بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ومع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الشاطبية، نشرحها مباشرة هكذا من المصحف. وقفنا عند قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ننتبه إلى قال لأنه على التثنية، ليس قال، قال على التثنية. ظلمنا، لام مفتوحة قبلها، ظاء مفتوحة تغلظ اللام، وفيه مد منفصل في الإشباع. طبعا ننتبه إلى تغفر لنا حتى لا ندغم الراء في اللام، وننتبه إلى التاء من وترحمنا حتى لا تفخم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طبعا نبتدئ بكسر الهمزة، اهبطوا فقط اختبارا لأن ثلاثة الفعل مكسور. طبعا عدو ولكم، ننتبه إلى تشديد الواو الأولى والواو الثانية مخففة. ولكم في الأرض نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، ومتاع إلى حين نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني مد منفصل في الإشباع، آدم بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، قد أنزلنا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. طبعا ننتبه إلى الياء من يواري، ياء مدية. سوآتكم مرت معنا على قصر الواو ثلاثة البدل، وعلى التوسط في الواو والتوسط في البدل. وريشا ولباس التقوى، ولباس قرأ نافع بفتح السين، حفص كمثل قرأ برفع السين. ولباس التقوى، التقوى من ذوات الياء في وجهين فتح وتقليل. خير، خير ذلك، راء مضمومة قبلها يا ساكنة ترقق الراء. منايات بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة، القصر والتوسط والإشباع. يذكرون مد عارض للسكون. طبعا عندنا بدل، وعندنا كلمة سوءات، وعندنا التقوى يائي، وعندنا يذكرون هو عارض للسكون على قصر البدل، لأن عندنا بدل في موضعين، في آدم وفي سوءاتكم. كما أشرنا سابقا أن سوءاتكم فيها مدان، مد اللين هو الأول ومد البدل هو الثاني، يعني اجتمع لنا بدلان، واللين في سوءات والتقوى من ذوات الياء، ويذكرون وهو عارض للسكون على قصر البدل. لنا في اللين في سوءات التوسط، عفوا القصر، على قصر البدل القصر في سوءات، وعليه الفتح في التقوى، وعليه ثلاثة العارض في يذكرون. نعطف بالتوسط في البدل، ويأتي عليه القصر في الواو من كلمة سوءات، من كلمة سوءاتكم، وعليه التقليل بين بين في التقوى، وعليه التوسط والإشباع في يذكرون. نعطف بالإشباع في البدل، ويأتي عليه القصر في سوءات. نعيد، نقرأ بالإشباع في البدل، وعليه القصر في الواو من سوءات، وعليه الفتح في التقوى، وعليه الإشباع في يذكرون. نعطف فقط بوجه التقليل بين بي، لأنه يأتي على ما مضى من الأحكام، يأتي على الإشباع في البدل والقصر في الواو. طبعا على التقليل بين بين، وعليه ففي العارض السكون الإشباع. طبعا على الإشباع في البدل دائما يأتي وجهان في ذات الياء، الفتح والتقليل، من غير أن نعيد ما مضى من إشباع في آدم والقصر في سوءات. مررنا مباشرة إلى التقوى، وقلنا نقرأها بالتقليل بين بين، ونعطف بالإشباع في يذكرون. بقي لنا وجه آخر، وهو التوسط في البدل، وعليه التوسط في الواو من كلمة سوءاتكم، وعليه التقليل بين بين في التقوى، وعليه وجهان في يذكرون، توسط وإشباع. بهذا نكون أنهينا تحرير هذه الآية.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني مد منفصل في الإشباع. آدم بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة كما أخرج مد منفصل في الإشباع. ننتبه إلى ينزع عنهما لأن ينزع فيها عين مضمومة وأعانهما عين مفتوحة، قد تدغم العين الأولى في الثانية، يعني إذا لم نحقق الحرفين معا السامع لن يميز بينهما، فقد يسمع أنه إدغام أو اختلاس إحدى أو اختلاس العين الأولى. فنقرأ ينزع عنهما هكذا أي حرفان منفصلان متماثلان ننتبه إليهما. طبعا سوآتهما قلنا فيها قصر الواو وثلاثة البدل وتوسط الواو وتوسط البدل. يراكم التقليل قولا واحدا. قبل ذلك سوآتهما إنه يراكم مد منفصل في الإشباع. من حيث لا ترونهم إنا جعلنا صلة ميم الجمع وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. أولياء مد متصل في الإشباع، لا يؤمنون مد عارض السكون، ونبدل الهمزة واو خالصة. إذن عندنا بدلان واللين من سوآت. على قصر البدل على قصر البدل القصر في الواو من سوآتهما وعليه ثلاثة أعراض السكون. نعطف بالتوسط في البدل وعليه القصر في الواو وعليه وجهان في العارض توسط وإشباع. نعطف بالإشباع في البدل وعليه القصر في الواو ويأتي عليه الإشباع في المد العارض للسكون. نعطف بالتوسط في البدل والتوسط في الواو وعليه التوسط والإشباع في البدل، عفوا، وعليه التوسط والإشباع في المد العارض للسكون. بهذا نكون أنهينا تحرير هذه الآية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. عليها آباءنا مد منفصل في الإشباع، وآباءنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة وفيه مد متصل في الإشباع. قل إن الله، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، لا يأمر إبدال الهمزة حرف مد، الفحشاء مد متصل في الإشباع. طبعا الفحشاء أتقولون التقى همزتان من كلمتان مختلفتان في الحركة، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. ورش يبدل الهمزة الثانية ياء خالصة بالفحشاء يتقولون. طبعا على قصر البدل ثلاثة الأعراض في ما لا تعلمون، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى الإشباع في البدل الإشباع في العارض. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل أمر، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. طبعا ننتبه إلى الراء من قول أمر ربي. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا وجهان فتح وتقليل لأن مدوات الياء. نبتدئ بكسر الهمزة من اتخذوا لأن ثلاثة الفعل مفتوح. أولياء مد متصل في الإشباع. قرأنا نافع بكسر السين من ويحسبون كيفما كان. إذا لا عندنا يائي على الفتح في ذات الياء من هذا لنا في مهتدون ثلاثة العارض، وعلى التقليل بين في هذا لنا في العارض
توسط وإشباع. هذا ما في هذا الوجه من أحكام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.